بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله القرنبيط المقلي مع الكفتة والبصل والطماطم. عندنا كمية من القرنبيط المسلوق وطريقة تجهيز القرنبيط وسلقه، هتلاقوا الرابط بتاعها موجود في الوصفة تحت الفيديو. وعندنا ربع كيلو لحمة مفرومة، وهنضيف عليها نص بصلة متقطعة صغير وفص ثوم مفروم، ونص معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود، ونص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة. والطريقة بتاعت بهارات اللحمة هتلاقوا الرابط بتاعها موجود في الوصفة تحت الفيديو. وهنعجن اللحمة كويس جدا وهنشكلها كور بالحجم اللي احنا عايزينه. بعد كده هنسخن طاسة فيها معلقة كبيرة زيت على نار متوسطة، ولما الزيت يسخن معانا هنحط الكفتة وهنحمرها كويس من كل الجهات. وبعد ما الكفتة تتحمر معانا كويس هنشيلها من الطاسة. بعد كده هنضيف بصلة متوسطة متقطعة شرايح، وهنضيف فص ثوم متقطع شرايح وقطع القرنبيط اللي عندنا، وهنقلب كويس. وهنضيف رشة ملح وفلفل وكمون وطماطمية كبيرة متقطعة شرايح. وهنرجع الكفتة تاني الطاسة وهنضيف نص كوباية مية، وهنهدي النار وهنغطيها. وخلاص كده شربت المية وبقت جاهزة معانا. وهنضيف رشة صغيرة من شرايح الجبنة الشيدر على الوش، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.